يخص آخر أخبار مدينة الكفرة، شاهد قبل يومين وصول وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة رفقة رئيس جامعة بني غازي، وذلك بشأن استلام مقر منطقة الكفرة العسكرية سابقا ليكون مقرا لجامعة الكفرة. شاهد مراسم الاستلام والتسليم حضور وفد من منطقة الكفرة العسكرية تابع للقيادة العامة، أيضا رئيس المجلس التسييري ورئيس المجلس الحكماء بالكفرة وعدد من العيان والحكماء. تمت مراسم الاستلام والتسليم داخل مقر جامعة الكفرة اللي هو حاليا الحالي، أيضا بحضور اللجنة التي تمت بعملية التسليم من عميد الجامعة ورئيس الكلية ورئيس الشؤون الإدارية بالكلية. أيضا بما يخص آخر أخبار المدينة، شهدت المدينة قبل يومين وقفة احتجاجية لعدد كبير من شباب المدينة، وذلك لمطالبة القيادة العامة ورئيس الوزراء بشأن التدخل العاجل وتغيير كافة القطاعات ومسؤولي القطاعات الخدمية داخل المدينة، وذلك لبقائهم وفاته المدة القانونية. هناك من بقى 8 سنوات وعشر سنوات واربعة عشر سنة، لذلك تواجد شباب المدينة من جميع المكونات ومن جميع الحركات التنسيقية داخل المدينة، حراك نعم وحراك الكرامة، تواجدوا وبقوة ورفعوا يافطات وصور، طالبوا سيادة المشير خليفة حفتر بشأن التدخل العاجل وتغيير مسؤولي القطاعات الخدمية داخل المدينة، وذلك بسبب تدني الخدمات داخل المدينة بشكل كامل لأكثر من 10 سنوات و 15 سنة داخل المدينة. المواطن يشتكي ويطالب القيادة ورئيس الوزراء بسرعة التدخل بشأن تغيير مسؤولي القطاعات الخدمية داخل المدينة. أيضا بما يخص الأوضاع الخدمية داخل المدينة، شهدت أو تشهد المدينة منذ يومين عملية طرح أحمال للكهرباء تتواصل إلى 4 ساعات على كل حي داخل المدينة بشكل متقطع. أيضا بما يخص آخر أخبار الكورونا وجائحة كورونا داخل المدينة، وصلت الحالات المصابة بجائحة كورونا إلى 5 حالات حتى الآن، حالة شفيت و4 حالات لازالت متواجدة داخل الحجر الصحي، وذلك بناء على آخر أخبار اللجنة الطبية الاستشارية داخل مدينة الكفرة.